بسم الله الرحمن الرحيم. ليكشر 4 بارت 1 prenatal diagnosis of genetics. البرينيتال تيستينج عبارة عن prenatal screening ومعاه prenatal diagnosis، وده وجه من أوجه البرينيتال كير، والوجه ده بيفوكس على detecting of problems with pregnancy as early as possible. في several techniques بنستخدمها في الـ prenatal diagnosis of fetal abnormality and genetic disorder، هم يا إما التكنيكس دي يا إما non-invasive أو invasive. الـ non-invasive طبعا كل التكنيكس دي هنتكلم عليها بعد كده. الـ non-invasive اللي هي زي الـ maternal serum screening، الـ triple test or combined test، الـ ultrasonography. الانفاسيف زي الامنيوسينسيسيس وكوريونيك فيلا سامبلي. الفيتوسكوبي ويعتبر هو انفاسيف بروسيدجر عشان ناخد عينة دم بنسميها كوريوسينسيسيس، عينة من الليفر، عينة من السكين. نيجي نتكلم على الالتراسونوجرافي. الالتراسونوجرافي مهم حاجة من ناحية الام وحاجة من ناحية البيبي. من ناحية الام عشان نشوف البلاسينتال لوكاليزيشن ونشوف اذا كان في مالتيبل بريجننسي ولا لا. بالنسبه للبيبي بنشوف السايز، بنعمل اسيسمنت للفيتال سايز، وبنشوف البرينيتال دايجنوزيس للستراكشر ابنورماليتيز. هو نون انفيزيف بروسيدجر وبنستخدمه، ما فيهوش اي ريسك للبيبي او المادر. وعادة السكانينج بيبقى عند الاسبوع ال 12 من الحمل، وبيعمل لنا بالايرلي. لما بنعمله ايرلي بنشوف كونفيرميشن للجستيشنال ايدج للحمل، يعني مدته قد ايه. وعند الاسبوع ال 12 طبعا بنسمع الصوت الهارت بيت. الايرلي اسيسمنت للبودي بروبورشن بتاعت البيبي بالالتراسونوجرافي بيدينا early clue على الفيتال والبيبي، وخاصة لما بنعمل assessment لحاجة اسمها nuchal bed thickness أو nuchal translucency. ايه هي nuchal translucency؟ ده عبارة عن normal fluid filled subcutaneous paste and the back of the neck of the baby. بنشوفه في الـ late first trimester او الـ early second trimester. الـ nuchal translucency دي بتنكريس مع الفيتس اللي عندهم down syndrome او عندهم various chromosomal abnormality، وكمان اللي معاهم isolated congenital heart disease. والـ evaluation assessment of nuchal translucency دي incorporated مع السكرينينج فور داون سيندروم، احد التست اللي بنعمل بيها سكرينينج للداون سيندروم. التراسونوجرافي الالتراسونوجرافي لما بتعمل في الايرلي ستيج ممكن دايجنوز حاجه زي نيورال تيوب ديفكت او اذر ميجور ابنورماليتيز. عاده بنعمل التراسونوجرافي للسيدات الحوامل عند الاسبوع 18 او 20، من 18 ل 20، علشان نعمل further screening of structure abnormality. نيجي نتكلم دلوقتي على الامنيوسينسيسيس. الامنيوسينسيسيس عبارة عن ايه؟ اللي احنا بنسحب من 10 ل 20 ملي متر من الامنيوتيك فلويد، طبعا ده سونار جايدد، وبناخده من through the abdominal wall، وده في الاسبوع 16. الاسبيريتد امنيوتيك فلويد ممكن بنعمل بيه اساي للالفا بروتين، وده بنشخص بيه النيورال تيوب ديفكت، واحنا وده حاليا ريبليس بالالتراسونوجرافي. ولما بنيجي نحب نشخص حاجه زي الانبلويديز اوف كروموسوم 13 18 21 والاكس واي،
العينة الدم بنعمل لها تيست بالفلوسين بالفيش تكنيك او كوانتيتيف فلورسنت بي سي ار. انابلويديز يعني ايه؟ هنتكلم عليها بعد كده في الكروموزومال ابنورماليتي، بس مبدئيا انابلويديز تغير عدد الكروموزومات، يعني 13 مثلا بدل ما يبقى 2 كوبيز هنلاقيه 3 كوبيز، ترايزومي 13 او ترايزومي 21، او بدل 2 اكس اكس واحدة، يدينا سندروم تاني اسمه ترنر. وبرضك عينة الامنيوتك فلويد ممكن تبقى نعمل عليها البايوكيميكال اسيس. لما الكابلز بيفكروا يكون هيعملوا امنيوسينسيزيس، لازم طبعا نقول لهم اللي هي هياخدوا ريسك اوف ميسكاريج من 0.5% مع البروسيجر ده. احنا قلنا البروسيجر ده بنعمله عند 16 اسبوع، ممكن نبدأ شوية ونعمله عند ال 12 او ال 14 اسبوع، هيدينا نفس الريت اوف سكسس من ال اوف اوف سكسس اوف الامنيوسينسيسيس، وعليه معاه ذا سيم سيميلر ريسك فاكتور للميسكاريج، لكن الفوليوم بتاعت الامنيوتيك فلويد هيبقى اقل. وعادة الدكاترة ما بتحبش تعمله بدري عن 16 أسبوع. نيجي نتكلم على الكوريونيك فيلا سامبلينج. البروسيجر ده بيتعمل في الأسبوع ال11 لل12 من الحمل، وطبعا ده سونار جايدد، يتعمل ترانس سيرفايكال أو ترانس أبدومينال. لما بنعمل البروسيجر ده بعد 12 أسبوع هنسميها اسمها بلاسينتال بايوبسي. عينة العينة بنقسمها، جزء منها بيروح هي تعمل له كالشر، والجزء التاني بنعمل له اناليسيس، ممكن نستخدمه في اناليسيس للجينيتك ديس اوردر للي احنا شاكينه في البيبي يكون عنده، زي دايركت ميوتيشن لجين معين، شاكين في جين معين فهنعمل له ميوتيشن، الميوتيشن اللي احنا شاكين فيها، يا اما احيانا بنستخدمها اللي احنا نعمل نشوف الهاي ريسك سيت اوف هابلويد ماركرز. العينه ممكن نستعملها اللي احنا برضك نشوف الانابلويدز بتاعت الكروموسوم، وبعد كده بعد ما بنشوف الأبنور بالكيوب بي سي ار ممكن نعمله بين الكالشر من العينة اللي اتزرعت، نعمل كاريوتايب ونشوف الكروموسومات نفسها. وبردك ممكن نستخدم العينة اللي احنا نعمله بايوكيميكال تيست على زي نشوف الانبور ايرور اوف ميتابوليزم. التكنيك ده مع ريسك اوف ماسكاريدج اب تو 1%. واخر الجزء الاولاني من المحاضرة الرابعة، نيجي نتكلم على تكنيك تاني اللي هو الفيتوسكوبي. الفيتوسكوبي ده بنعمل بيه فيجواليزيشن للفيتوس بالاندوسكوب. التكنيك ده حاليا ريبليست بديتيلت الترسونوجرافي واذر ايميجنج تكنيك والجيناتيك تيستينج الافيلابل عندنا، لكن احيانا بنستخدم الفيتوسكوب لما في السكند تريمستر عشان نإكزامن presence of subtle structure abnormality. structure abnormality مش واضحة، مش عارفين نوصل لها الدايجنوزس، أو لما نيجي نحتاج نعمل specific tissue biopsy من البيبي عشان نشخص rare disorder بالـ molecular techniques، زي ما ناخد عينة سكن في ديزيز اسمه ديرموليسيس دوزا، او ناخد عينة من المصل في سيرتن. الفيتوسكوب ممكن نستخدمه، احيانا بنستخدمه لما نحب نعمل سيرجيكال انترفنشن للبيبي علشان نمنع ريفرسيبل دامج، زي مثلا لما بنحب نركب درين في اليورينري تراكت عشان نمنع سكندري دامج فروم بوستيريور يوريثرال فالف.
طبعا الفيتوسكوبي مع اسوشيشن ريسك اوف مش كارج من 3 ل 5%. طبعا لازم نافاليويت الكونديشن قبل ما نفكر نعمل البروسيجر ده، وتتعمل في سبيشالايزد. الكارديوسينثيسيس، الكارديوسينثيسيس ده تكنيك بنسحب عين الدم من الامبلايكال كورد، عين الدم للبيبي من الامبلايكال كورد عن طريق باستخدام الفيتوسكوبي. حاليا ما بنستخدمهوش عشان هو ريبليس بالمودرن التراسونوجرافي اللي موجود. عينة الدم بناخدها للبيبي من الامبلايكال كورد بنعملها عند الاسبوع ال20، كنا بنستخدمه علشان نشوف الريسس ايزو اميونيزيشن، وبنشوف الكيسز اوف نون اميون فيتال هيدروبس لما بنكون شاكين في الهيموجلوبينوباثيز. واحيانا بناخد عينه الدم دي علشان نعمل بيها كروموزومال اناليسيس لما نكون شاكين في موساسيزم في الكوريونيك فيلاس سامبلينج او في الامنيوسينسيسيس. يعني ايه موسايسيزم؟ موسايسيزم طبعا هنتكلم عليها بعدين. الموسايسيزم يعني يبقى احنا واخدين عينة من البيبي، مش كل العينات مثلا اكس واي 46 اكس واي نورمال، ممكن 46 اكس واي نورمال ومعاها شوية سيل لاين اكس واي بلس 21 ترايزومي 21 داون سيندروم، فده اسمه موسايسيزم. لما يكون شاكين في موسايسيزم بيبقى احنا عاوزين نتأكد الموسايسيزم ده جاي من البيبي ولا جاي مع الامنيوتيك فلويد من الام، هي اللي مدينا نورمال سيل لاين والبيبي هو اللي مدينا اب نورمال سيل لاين، ولا البيبي فعلا عنده موسايسيزم. نيجي نتكلم عن الراديوجرافي. الفيتال سكليدون ممكن نشوفه بالراديولوجي بالراديوجراف من الاسبوع العاشر. كان بنستخدمه زمان في دايجنوز للانهيرتد سكليتر ديسبليزميا، احيانا بيستخدم، لكن طبعا الهاي ريزولوشن سونوجرافي ريبليس التكنيك. واخر الجزء الثاني من المحاضره الرابعه نيجي نتكلم على البرينيتال سكرينينج. اول حاجة اللي هي الماترنال سيرم سكرينينج. الماترنال سيرم سكرينينج بنستخدمه لتشخيص نيورال تيوب ديفكت او داون سيندروم من البلاد سامبل بتاعت الام عند الاسبوع الـ16. اطو 75% من حالات الاوبن نيورال تيوب ديفكت ومن 60 ل 70% من حالات الداون سيندروم بيتشخصوا بالتكنيك ده. نيجي نتكلم على النيورال تيوب ديفكت. هما لقوا ان في اسوشيشن ما بين ارتفاع الليفل بتاع الالفا فيتو بروتين بتاعت الام ونيورال تيوب ديفكت. ولكن لسوء الحظ ارتفاع الالفا فيتو الليفل بتاع الالفا فيتو بروتين بتاعت الام ما هوش 100% sensitive وما هوش 100% specific. ليه؟ لان في other causes لارتفاع الليفل بتاع الالفا فيتو بروتين زي الانكفالي، incorrect gestational age, intrauterine fetal bleeding, threatened miscarriage, multiple pregnancy, congenital nephrotic syndrome و abdominal wall. معظم ال pregnant women بيبقى underwent بيتعمل لهم ultrasonography علشان ندكت ال fetal anomalies عند الاسبوع الـ18 او الـ20، من الاسبوع الـ18 او الـ20، وده كافي كويس اللي احنا نشخص بيه neural tube defect. وبالتالي التكنيك ده مش مهم او replaced ب replaced بال ultrasonography. نيجي نتكلم عن الداون سيندروم و other chromosomal abnormalities. في حاجة اسمها
تريبل تيست. ده تيست بيتعمل او انفستيجيشن بيتعمل في السكند تريمستر علشان نشوف البيشنت ده يا اما هاي ريسك او رير ريسك اوف كروموزومال ابنورماليتي. طبعا واحنا قايمين النيورال تيوب ديفكت. التريبل تيست عباره عن بنشوف السيرم ليفل بتاع الليفل بتاع الالفا فيتو بروتين والانكونجوينت استرول والهيومن كوريونيك جوانوتروبين في السيرم بتاع الامهات. وهو عشان كده مسميه تريبل تيست، تلاتة بارامترز بنقيسه، وهو بيدينا 70% سنسيتيفيتي وخمسة في المية فولس بوزيتيف. التريبل تيست لما بنضيف عليه ايفالويشن لحاجة اسمها انهبين ايه للبانل ديت، ده بيدينا sensitivity، بيعلي sensitivity ل 81% وبيدينا السيم 5% بتاع الفولس بوزيتيف. وده بنستخدمه للديتكشن للداون سيندروم، وبنستخدمه من الاسبوع ال 15 لل 18. لما التيست ده يبقى بوزيتيف، ده انديكيت ان البيشنت البيبي ده هاي ريسك، عنده هاي ريسك اوف انكريز كروموزومال ابنورماليتي او نيورال تيوب ديفكت. في الحاله دي البيشنت بي ريفيرد لتعمل له مور سنسيتيف اند سبيسيفيك بروسيجر عشان نوصل لدايجنوزيس عن طريق يا اما الامنيوسنسيسيس يا اما سيل فري فيتال دي ان اي سكريننج. بالنسبة للالتراسونوجرافي احنا اتكلمنا عليه كتكنيك للبرينيتال سكريننج. نتكلم على indication of prenatal testing or screening. Indication of prenatal testing and or screening. اول حاجة بنتكلم عليها الـ advanced maternal age. هو معروف تماما ان في association ما بين الـ advanced maternal age والrisk of having child with down syndrome. مفيش كارتيريا معينة نحدد بيها الـ advanced age of maternal age. وبعدين عندنا تاني indication تانية previous child with chromosomal abnormality، يعني الكابل ده مخلفين عيل عنده chromosomal abnormality قبل كده، أو family history of chromosomal abnormality، single gene disorder، congenital structural abnormality أو undiagnosed learning difficulty. Other indication لل prenatal testing هو abnormality identified in pregnancy، يعني أي anomaly بما فيهم ال poor fetal growth ده indication اللي احنا نعمل further testing، اللي هو ممكن include fetal QF PCR Karyotyping analysis، even ممكن نعمل array CGH. Other risk factor اللي بيخلينا نعمل ال prenatal screening أو testing اللي هي زي ال parental consanguinity، ال poor obstetric history و certain maternal illness. ال paternal consanguinity بت increase the risk of child having hereditary disorder أو congenital abnormality. The poor obstetric history زي recurrent miscarriage أو previous unexplained stillbirth
وعامة history of three or more unexplained miscarriage بتخلي لازم البيشي prompt ان احنا نعمل parental karyotyping evaluation للبيرنتس عشان نشوف اذا كان عندهم كروموزومال rearrangement ولا لا. الماترنال ايرنس، البورلي كنترول دايابيتس ميليتس، ابيليبسي وبتاخد الام عندها ابيليبسي وبتاخد انتي ابيليبتيك دراجز، ده بيزود الحاجتين دول بيزودوا increased risk of structural fetal abnormality. ودي اخر محاضرة الرابعة.